السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المخلوقين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيا أيها الأساتذة الكرام والطلبة الأعزاء، طبتم وطاب سعيكم وتبوأتم في الجنة منزلا أصحابك النجوم. هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذه الحفلة الزاهرة لمهرجان الكلية. أحبتي في الله، إن الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أهل خير القرون وقدوة أمة الإسلامية. عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وتعلموا منه وجاهدوا معه في سبيل الله واقتربوا منه وصبروا على الأذى والمشقة باسم الإسلام والإيمان. لم يكونوا كالنجوم بل هم النجوم، وما ترون من لوامع السماء كالنجوم. عاشوا لله مخلصين في عباده وصدقوا في أقوالهم وأعمالهم وتميزوا بالإيمان الصادق والحب الشديد للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يبذلون كل ما بوسعهم لإرضائه وإبهاجه، وضحوا بأرواحهم لامتثال أوامره واجتناب النواهي. هكذا مضوا وغدوا أفضل الخلق بعد الأنبياء على التحقيق. إخواني في الله، لقد قال الله سبحانه في فضلهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. ذلك الفوز العظيم علم الله تعالى بهذه الآية الشريفة سمو قدرهم وعلو شأنهم، وأعد لهم بالجنة خالدين فيها أبدا أبدا. استمعوا إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم، ولا نصيفا. هذا الحديث الشريف صريح في أن الأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلوا إلى منتهى الدرجات من حيث لن ينتهي أحد من بعدهم. إن علينا أن نتعلم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نقتدي بهم في إيمانهم وأخلاقهم وفي جميع الأحوال الشخصية والإنسانية. أسأل الله أن يرزقنا حب الصحابة وأن ينفعنا بعلومهم في الدارين. وفقنا الله جميعا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.